قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية وأولا وقبل كل شيء وحشتوني جدا والله العظيم، ربنا يعلم حضراتكم وحشنا قد إيه في الفترة اللي فاتت. ثانيا إليكم تفاصيل الكورس الصيفي اللي حضراتكم طلبتوه مني إن شاء الله، اللي ناوي بدايته بداية من يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. بينقسم الكورس الشامل إلى 5 كورسات أساسية، ركزوا معايا حبايبي كده. 1، كورس الترجمة الشامل، واللي هشرح فيه بإذن الله إزاي تترجم من البداية حتى الاحتراف على حلقات متتالية، وهحل تمارين كمان إن شاء الله مكثفة بمشاركة حضراتكم، مشاركة الطلبة والطالبات مع متابعتي لكم وللحل بتاعكم بإذن الله تعالى. 2، كورس الجرامر الشامل، واللي هشرح فيه بإذن الله تعالى كل قواعد اللغة الإنجليزية بما فيها قواعد الصف الثالث الثانوي بكل التركات والحركات بتاعة الامتحانات بأسلوبي المبسط كما عودتكم. واحد يقول لي مستر انت مش هتشرح القواعد بتاعة التالتة ثانوي تانية اثناء الشرح؟ طبعا هعيدها تاني يا حبيبي، بس هتبقى في الاعادة افادة. انا كده كده اما هشرح المنهج باذن الله برضو هعيد نفس القواعد، ولكن انا هبدأ كورس شامل، هبدأ بكل قواعد اللغة الانجليزية بما فيها قواعد الصف الثالث الثانوي، واما اجي ان شاء الله اشرح المنهج بالتفصيل هعيدها مرة تانية يبقى في الاعادة افادة، وحل عليها اكتر برضو يبقى في الاعادة افادة. طيب الصف الثالث الثانوي بكل التركات والحركات بتاعة الامتحانات باسلوب المبسط اللي انا عودتكم عليه. 3 ان شاء الله باذن الله تعالى كورس مهم جدا، وهو كورس انا سميته احفظ معايا، وده من اهم الكورسات، وده هنزل فيه ايه يا مستر؟ هنزل فيه كل حلقة باذن الله تعالى مجموعة كلمات، مرة كلمات مرة تعبيرات مرة حروف جر مرة صفات مشتقات وكمان ملاحظات لغوية، وكمان هنزل ان شاء الله المترادفات اللي هي synonyms والمتناقضات اللي هي الانتينيمز مع تكرارها بالنطق الصحيح، يعني هعملها باسلوب التكرار وكاني بحفظكم وانتوا تحفظوا معايا ان شاء الله وتابعكم في الحفظ، بحيث ان شاء الله قبل ما نخش سنة تالتة باذن الله يكون عندنا حصيلة كلمات كبيرة جدا 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 باذن الله تعالى، ونراجع عليها بصفة مستمرة عشان تثبت ونحطها في جمل ونستخدمها في حياتنا او في كلامنا العادي بيننا وبين صحابنا، بحيث انها تثبت معايا ان شاء الله، فابقى داخل تالتة ومعايا حصيلة كلمات كبيرة جدا جدا تساعدني ان شاء الله في تالتة. يبقى عشان ايه بقى، ايه الهدف من الكورس بتاع الكلمات او احفظ معايا؟ الهدف منه يا حبايب قلبي يبقى عندك حصيلة لغوية كبيرة، ازود حصيلة الطالب اللغوية، وده بيخليه قوي في اللغة وقادر يتعامل مع اي نوع من الاسئلة بسهولة ويسر باذن الله. 4، ده كورس كيفية احتراف التعامل مع قطعة الفهم. ناس كتير قوي بتشتكي من قطعة الفهم، ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ما تتابعني في الكورس ده قطعة الفهم هتبقى اسهل سؤال بالنسبة لك باذن الله تعالى. يبقى كورس كيفية احتراف التعامل مع قطعة الفهم مهما كانت صعوبتها، وتدريب الطالب على مجموعة كبيرة جدا من القطع باذن الله تعالى هحضرها لكم متدرجة الصعوبة، ده لكم واجبات وراجعها معاك واديكم الحلول بتاعتها بما فيها كل قطع امتحانات الثانوية العامة السابقة. طيب الكورس الخامس والاخير اللي هو كورس الكتابة وكيف تكتب باراجراف او مقال اساي كالمحترفين باذن الله تعالى وبدون اخطاء، وده هشرح فيه ازاي تتعامل مع سؤال المقال وازاي تكتب جملة انجليزية صحيحة من البداية الاحتراف، وازاي تجيب افكار وتربط بينها للحصول على درجة هذا السؤال كاملة باذن الله تعالى. تمام يا حبايبي؟ طيب اخيرا بقى ما تنسوش دعم قناتكم، دي قناتكم زي ما اتفقنا، مش قناتي لوحدي، دي قناتكم مش هتكبر الا بيكم، وتدلوا كل اصحابكم عليها بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم بقى السنة الجاية ان شاء الله، وبنية نشر الخير بين الناس اللي جزاؤه كبير عند ربنا في الدنيا والاخرة. وكمان لو ليكوا اي مقترحات او استفسارات عايزين تضيفوها اكتبوها ان شاء الله في التعليقات عشان البيها باذن الله تعالى.
انتظروني يوم الجمعة القادمة بإذن الله مع أول محاضرة إن شاء الله في الكورس الأول هو كورس الترجمة الشامل، وده عشان تاخدوا نفسكم شوية. واحد يقول مثلا ليه مش من بكرة أو من بعده أو لحضرتك؟ عشان تاخدوا نفسكم شوية بعد الامتحانات وتركزوا كمان في الأيام المباركة ديت، احنا في العشر الأواخر من رمضان، في العبادة وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل. وكمان ما تنسونيش من دعوة حلوة في دعواتكم عند الإفطار أو في وقت السحر قبل الفجر. أخيرا أحبكم في الله، مستر محمود حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.